عندنا اخويا على حسب البيرمي، البيرمي وعلى البلاكا وعلى الباش وعلى بزاف، وعلى سيرونس، لاسيرونس زايدين فيها 44000 ريال وهي كانت ب 26000 ريال. انا كنخلص، انا كنت كنخلص انا 23000 ريال كاع. دابا 30 عام وانا عندي تريبورتور، تريبورتور الاول بعتو على الكيلو، ودابا انا عندي هذا 8 سنين دابا عمر شي كسيده ما درتها، والحمد لله بخير وعلى خير. كنجيبوا القوت للوليدات منه، لما كانش هو هذا الموتور ما كاين والو. عندي اربعه الوليدات، عندي الوليدات كيقراو في التكوين في المحمديه. كلما الا ما عطيتهمش باش يركبوا والله لا مشاو، يصبح منك لما عطيتهمش باش يركب. والله حنا راه مقجوجين، راه قجونا. واش تتخيل تتصور هذا الموتور ما تعطيش فيه 1000 درهم؟ الا بغيت تشري ما تعطيش فيه 1000 درهم، ومخلص عليه 48000 ريال ديال لاسوراس، ومخلص عليه بلاكا ب 70000 فرانك زيد، وقال لك بيرمي تا هو ديروا ليه بيرمي تخلص عليه 70000 ريال. واش انايا عندي 56 عام باقي غندير بيرمي؟ بيرمي ما بغيناش، حيت انا عندي 56 عام ولا 54 عام وغنمشي ندوز بيرمي؟ راه ما يمكنش، راه ما هذه ما تدخلش للعقل. كي غيديروا لي انا صحاب سياره التعليم وما قاريش، كي غيديروا معايا؟ غيجيو يعطيوه ليا يقول لي هاك هالبيرمي انت سير بحالك؟ راه ما يمكنش. الله يخليك، انا كنت في الشارع ديال اناسي ما داير لا مخالفه لا والو، شدوني رجال الامن قال لك عطيوني لاسورانس، عطيتهم لاسورانس، عطيتهم الكارت كريز، ملي شافت كارت كريز قال لي بيرمي، قلت له ما عنديش بيرمي، قال لي غنديو لك الموتور. داو لي الموتور، مشيت لفوريان طلبوا لي 6600 ما عديش، خليته نهار الثلاث مشيت لاسورا، مشيت للكوميسيري ديال اناسي خلص فيها 3000 ريال. ملي لقيت الخطيه اش حاطين ليا؟ وما حاطينش، شدوني عند بيرني. ملي مشيت لقيت حاطين ليا ما بلاش يخصف بلاكا الموتور. حنا مجموعين هنا كاملين على حاجه وحده، كنا خدامين بخير وعلى خير، ما كان خاصنا والو. كانت لاسورانس دايره 23000 ريال ولات دايره 48000 ريال، درناها قلنا ما كاين باس، داروا لينا البلاكا درناها قلنا ما كاين باس، وجاو داروا لنا البيرمي. كتكون غادي خدام على على خ... على على راسك، حتى كيوقفك بوليسي رانا الوريقات، كيعطيك الوريقات، كتوقف كتعطي الوريقات ديالك كتشوفهم، كيشوفهم كيقول لك راه لي البيرمي، كتقول لي ما عنديش البيرمي، كيدي لك الموتور. ملي كيدي لك الموتور اش كتخلص؟ ما كتخلصش شي بروسي على البيرمي ولا شي حاجه، كتخلص المخالفه ديال الفوريان ودي باناج، هادشي اللي كتخلص. 400 درهم كتخرجوا، كاين لي الموتور ديالو 15 يوم هو في الفوريان، كاين لي الموتور ديالو سيمانه هو في الفوريان. حنا راه طبنا ما عندناش شي بديل، ما عنديش شي بديل اخر من عار، ما عندناش شي بديل كاملين من غير الموتور. كاين اللي كاري وعنده الوليدات خدامه في هذا الموتور، حنا كنطالبوا منهم يحيدوا لنا هذا البيرمي ما بغيناش.